السلام عليكم، معكم الطالبة فاطمة جعفر عبد علي، واليوم راح أشرح لكم تقنية السوفت هايلايت براش. أولا نصنع شكل دائرة، كبرها، خنعدل اللون من الحين. أنا باخذ لون بشرة عشان أطبقها كأني قاعدة ألون جزء من بورتري. تمام، الحين ناخذ البروش، اوكي، سوفت براون، اوكي، بظلل في البداية، اخذ درجة اغمق، بصغر الفرشة شوي، بقعد اضلل. طبعا تضليل الحين بسويه بشكل سريع لاني بس ابغى استعرض التقنية، والحين اسوي الهايلايت. بهذه الطريقة شوي اسيد، تضليل جدا بسيط فقط للوقت الحالي. بعدين اروح عند مود، المود مال البرش، واختار سوفت لايت. تمام، هذا الشيء عشان نضيف لون كأنه قاعدين نضيف تنت. نفترض ان هذا الجزء هو الخد، زين، ونبغى نحط عليه بلوش، فناخذ مثلا هذا اللون ونضيفه بالسوفت برش، يطلع معانا بهذه الطريقة، ما يخفي الهايلايت ولا يخفي الظل، وايد وايد نتيجة تطلع وايد حليوة. زين، نفترض ان احنا ما سوينا السوفت لايت ونشوف شلون يطلع، يعني نرجع حق الفرشة النورمال ونشوف شلون يصير. شوفوا شلون وايد فرق، يغطي التضليل والإضاءة اللي سويناها. السوفت لايت يتيح لنا هذه الطريقة والتقنية، وأنا شخصيا استخدمتها وأستخدمها وايد حلوة، يعني خاصة مثلا يعني هاي الطريقة أحسها وايد مفيدة في البورتري، لأنها وايد تفيد في إضافة تنوع في الألوان. كلكم بعدين تحطون ميك اب أساسا، يعني بدل ما نختار الألوان من البداية ويكون الشي معقد، فقط نستخدم ثلاث ألوان في البداية، ثلاث درجات هي الدرجة الأساسية والظل والنور، تالي بعدين نضيف الألوان الثانية، مثلا ألوان الشفاه، ألوان الخدود، هالات، آي شادو، أي شيء. حتى الظل نقدر نعدله بهاي الطريقة اللي هو سوفت لايت، بحيث انه ما يغطي شيء، لكن حاسبه انه طبقة فوق طبقة تغطي، فانتون اضيفوا طبقة واحدة، واذا تبغون تزيدون عشان حركة ما او شيء راجع لكم في النهاية. وبس اتمنى انكم استفدتون من هذه التقنية.